السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية. عرفنا سابقا بأن الفعل ينقسم من حيث نوع الحروف التي يتكون منها إلى قسمين، فعل صحيح وفعل معتل. والفعل الصحيح عرفناه سابقا بأنه هو كل فعل تخلو حروفه الأصلية من حروف العلة أو من أحرف العلة، وهي الألف والواو والياء، وقلنا مثل جلس، حضر، كتب. وقسمنا الفعل الصحيح إلى فعل صحيح سالم، وفعل صحيح مهموز، وفعل صحيح مضارع. أما درس اليوم يتكلم عن الفعل المعتل. والفعل المعتل عزيزي الطالب، أمامك أمثلة، سوف تتأمل معي الأمثلة أولا، ثم بعد ذلك نستخرج القاعدة. عرفت سابقا بأن أحرف العلة هي الألف أو الواو أو الياء، عرفت أن أحرف العلة هي الألف أو الواو أو الياء. وعرفنا الفعل المعتل هو كل فعل كان أحد حروفه الأصلية حرفا من حروف العلة. وعرفنا بأن حروف العلة هي الواو أو الألف أو الياء. لاحظ معي المثال الأول، وجد محمد الكتاب. الفعل وجد، هل به حرف من حروف العلة؟ نعم، أحسنت عزيزي الطالب، به حرف من حروف العلة في أوله وهو حرف الواو. المثال الثاني، قال، هل به حرف من حروف العلة؟ نعم، به حرف الألف في وسط الكلمة. سعى، هل به حرف من حروف العلة؟ نعم، به حرف من حروف العلة في آخر الفعل. صام، به حرف من حروف العلة في وسط الكلمة. الفعل روى، أحسنت عزيزي الطالب، أنت قوي الملاحظة، اشتمل على حرفين من حروف العلة. الفعل قضى، اشتمل على حرف واحد من حروف العلة في آخر. لاحظ معي الأفعال الملونة، هل الأفعال الملونة في زمن الماضي أم المضارع؟ أحسنت عزيزي الطالب، جميع الأفعال في زمن الماضي. فما تعريف الفعل المعتل؟ هو ما كانت أحد حروفه الأصلية حرف علة. فما هي حروف العلة؟ حروف العلة هي الواو أو الألف. تعال عزيزي الطالب لنقسم الفعل، لنقسم الفعل المعتل. الفعل المعتل نقسمه إلى ثلاثة أنواع، فعل مثال، وفعل أجوف، وفعل ناقص. فما تعريف الفعل المثال؟ هو ما كان أوله حرف علة. الفعل الأجوف هو ما كان وسطه حرف علة. الفعل الناقص هو ما كان آخره حرف علة. لاحظ هذه الأفعال، وعد، وقف، حرف العلة في أول الفعل. صام، قام، نام، حرف العلة في وسط الفعل وهو الألف. دعا، سعى، قضى، حرف العلة في آخر الفعل. لاحظ معي عزيزي الطالب، إذا كان هناك فعل مضارع لابد أن نرده أو نرجعه للفعل الماضي حتى حرف العلة. هناك نوع من الأفعال المعتلة نجد بها حرفين من حروف العلة، ويسمى فعل لفيف مفروق وفعل لفيف مقرون. فما اللفيف المفروق وما اللفيف المقرون؟ لفيف مفروق فيه حرفان من حروف العلة بعيدا عن بعضهما، مثل وعى. لاحظ الواو حرف علة. اشتمل على حرفين من حروف العلة في أوله وفي آخره، حرف العلة في أوله وفي آخره، وفصل بينهم حرف ليس من حروف العلة. والصا، اشتمل على حرفين من حروف العلة وفرق بينهما حرف الصاد. وقى، اشتمل على حرفين من حروف العلة وفصل بينهما حرف القاف. يبقى وعى، اشتمل على حرفين من حروف العلة وفصل بينهما حرف العين.
وشا اشتمل على حرفين من حروف العلة وفصل بينهما حرف الشين، وص اشتمل على حرفين من حروف العلة وفصل بينهما حرف الصاد. يبقى إذا لفيف مفروق يعني فصل بينهم حرف، حرفان، الفعل يوجد به حرفان من حروف العلة وفصل بينهما حرف ليس من حروف العلة. لفيف مقرون فيه حرفان علة قريبان من بعضهما متلاصقان مع بعضهما البعض. انظر إلى أوى، حرف علة، حرف علة. انظر إلى روى، حرف العلة وحرف العلة، رقم اثنين حرف علة ورقم ثلاث حرف علة. شوى، حرف اثنان الواو والثالث حرف علة. حوى، الثاني والثالث من حروف العلة. انظر إلى أوى، الثاني والثالث حروف علة. روى، الثاني والثالث من حروف العلة. شوى، الثاني والثالث من حروف العلة. حوى، الثاني والثالث من حروف العلة. يسمى لفيف مقرون. انظر معي عزيزي الطالب، صنف الأفعال المعتلة التالية إلى مثال أجوف ناقص. الفعل المثال هو ما كان أوله حرف علة، والفعل الأجوف ما كان وسطه حرف علة، والفعل الناقص هو ما كان آخره حرف علة. أمامك الأمثلة، صنف معي عزيزي الطالب سريعا. وثب أوله حرف علة فهو مثال، ثم آخره حرف علة فهو ناقص، صام في وسطه حرف علة فهو أجوف، يجري نرد إلى الماضي جرى آخره حرف علة، وعدت أوله حرف علة، صار وسط حرف علة فهو أجوف، يدعو أصلها دعا آخرها حرف علة فهو ناقص، وفي النهاية أدعو الله عز وجل أن ينال هذا التسجيل إعجابكم، ولكم مني جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.